طبعاً تعد محطة توبلي للخدمات باكورة الجيل الجديد من المحطات الحديثة التي تنشئها شركة بابكو للتزويد للتركيز على جودة خدمات التي تقدمها الشركة، ليس فقط في مجال تزويد الوقود ولكن في مجال الخدمات التكميلية الأخرى التي توجدها المحطات مثل صيانة السيارات والأسواق الحديثة ومطاعم الأكلات السريعة وغيرها. والشركة إن شاء الله تتوسع في مجال إنشاء المحطات بحيث أن تغطي كافة مناطق البلاد، وكذلك تتوسع في مجال تطوير المحطات القديمة بحيث يتم إعادة بنائها وتطويرها لترفع مستوى الخدمة ومستوى السلامة والمحافظة على البيئة. ولقد تم إنجاز محطة توبلي للخدمات في وقت قياسي قصير نسبياً بالنسبة لإنشاء محطات الوقود، وكذلك بتكلفة أقل من الميزانية المرصودة، ويعزى ذلك لاتباع الإجراءات والممارسات الحديثة في مجال إدارة المشاريع واتباع أسس وتطبيق أسس الهندسة القيمية Value Engineering في إنشاء المحطة. بداية حبيت أشكر الجماعة على المجهود الطيب. أنا بصراحة من الناس اللي ساكنين قريب المحطة، وشفت المجهود اللي صار والتوسعة اللي صارت، والفترة اللي كانت المحطة مسكوكة حسينا بقيمة يعني الشيء اللي ما كانت يعني وجود المحطة لنا هني، فكان شيء صعب. فبعد ما شفنا الافتتاح الجديد شيء طيب، وسرعة الإنجاز والتطوير اللي صار، وسرعة حتى لما صبيت الحين بترول أمانة سرعة الماكينة هذه ممتازة، فيه تطور جدا ممتاز. فأشكركم صراحة على هالمجهود الطيب.